سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في نافذتنا اليومية على مصر. أدى خالد فوزي القائم بعمل رئيس المخابرات العامة اليمين الدستورية اليوم أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكان قائد الانقلاب قد أصدر السبت قرارا بإحالة محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة إلى المعاش، كما أصدر قرارا آخر بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لما وصفه بجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية. التهامي والذي يعتبره البعض الأب الروحي للسيسي ويعتبر أحد أبرز رجال السيسي المتشددين حيال المصالحة بين العسكر ومعارضيهم في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو، وربط نشطاء بين الإقالة التي تمت بطريقة شيك كما قيل وظهور صدق صبحي ببزة مدنية، فيما أشار آخرون إلى أن غضب الإمارات على عراب السيسي غير المعروفة أسبابه يعد السبب الحقيقي لإقالته، فيما رجح البعض أن يكون السبب متعلقا بصفقة المصالحة القطرية المصرية، بينما برر آخرون الأمر بتورط التهامي بالتسريبات الأخيرة. من جانبه أرجع الانقلاب إعفاء تهامي من منصبه لأسباب صحية. مشاهدينا، وينضم إلي عبر الهاتف العميد طارق الجوهري الخبير الأمني. سيادة العميد مرحبا بك. إذا يعني إقالة رئيس المخابرات العامة بعد أشهر فقط على وجوده في هذا المنصب، ما هي الأسباب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نظرا لعدم وجود أي نوع من أنواع الشفافية وعدم القدرة على الحصول على المعلومات من مصادرها، فبالتالي الكل يجتهد حسب رؤيته، ولا يمكن أن يجزم أحد أنه يملك الحقيقة كاملة. ولذلك سأتحدث عن رؤيتي أنا الشخصية والتي أبنيها على حقيقتين. الحقيقة الأولى أن أمريكا هي التي تقود الصراع والدفع في مصر، سواء على مستوى الخارجية أو الدفاع أو الاستخبارات أو حتى مؤسسة الرئاسة. والحقيقة الثانية أن السيسي أضعف من أن يتخذ قرارات بمفرده، بل ما هو إلا أداة لتنفيذ ما يملى عليه، وأن كل من حوله يعلمون أنه مجرد أن يترك لتصريحات ارتجالية أو تصرفات شخصية فإنها تأتي عليهم بالوبال. وبالتالي ووفقا لهاتين الحقيقتين، فإن تصريح أوباما الأخير والموجه إلى السيسي بوجوب التحرك نحو إصلاح المسار الاقتصادي، كان هناك ردا عاجلا من السيسي أنه فعلا في طريقه لإصلاح المسار، وكان الرد السريع الآخر وهو إرسال أمريكا 10 طائرات أباتشي للسيسي. وكل ذلك إنما يدل على وجوب قيام السيسي بإجراءات تلبي التعليمات الأمريكية، والتي من المفترض أن هي تتعارض مع نظام انقلابي فرض نفسه بالقوة والقمع والبطش. وبالتالي أقدم السيسي على هذه الخطوة بإقالة رئيس المخابرات العامة والمعروف عنه الشراسة، وأنه يميل دائما إلى الحلول القمعية والصدامية، وأنه ارتأى في هذه الخطوة أنها قد تكون بداية لإرضاء الجانب الأمريكي والإيهام بأنه بالفعل يتم التغيير. وبدأ بأحد أهم أركانه وأستاذه كما تفوه هو بذلك، هذا هدف. وهناك هدف ثاني قد أراه هدف مبطن أو إيحائي، أنه قد أقال المتسبب في خروج التسريبات الأخيرة سواء كان عن عمد أم تقصير، وبذلك يكون قد خرج عن إحراج أن يقوم بتصريح قد يحتم عليه أنه قد عاقب المتسبب في هذه التسريبات. وهناك أيضا هدف ثالث وهو إرضاء مؤيديه، أنه قد بدأ في الفعل في تطهير مؤسساته من أصحاب الولاء المزدوج له ولمبارك، وأن النظام الذي سيستحدثه سيكون له ولاية فردية له. نعم، يعني هل هذا مرتبط بالأحاديث المتكررة للسيسي مؤخرا حول الدولة والنظام، وبأنه ليس هناك نظام وإنما هناك دولة مصرية، والدعوات ربما محمد حسنين هيكل مؤخرا للسيسي ليقوم بثورة داخل النظام في مصر أو ثورة داخل الدولة المصرية؟ فعلا حضرتك، خاصة الجزئية المتعلقة بمحمد حسين هيكل قد يعني نسيتها، وتصريحات محمد حسين هيكل، وكلنا نعلم أن محمد حسين هيكل مرتبط بالنظام الأمريكي ارتباط وثيق، وأنه في هذا التصريح إنما يؤكد المعاني اللي قلتها لحضرتك، أنه لابد أن يقوم بتغيير نظام من حوله النظام المزدوج الولاء، يعني هي ما زالت دولة عميقة وما زالت
كلهم في منطقة واحدة وما زالت كلها عصابة واحدة، ولكن التغيير المزدوج يعني تغيير الوجوه المزدوجة التي تدين بالولاء له ولمبارك في نفس التوقيت، وفي نفس الوقت الإيهام والإيعاز بأنه فعلا بدأ مصلحة التغيير إلى المسار الديمقراطي. نعم، ولكن لماذا هذا لا من نقول؟ أنا بس نعم تفضل. لا. كنت عايز اعلق على حضرتك انه تراجع عن تصريحه بالدوله، لان طبعا هناك من نبهه الى ذلك في اجتماعه في اليوم الثاني او الثالث بعد هذا التصريح مع المثقفين، وتراجع واعاد تغيير الفاظه، وهناك من يعني واضح ان هناك من نصحه بذلك واعاد التحدث عن النظام في لقائه بمن يدعوا المثقفين المصريين. نعم، طيب، يعني لوحظ بان هذه الاقاله هي بعد ما قيل عن صفقة مصالحة بين نظام الانقلاب في مصر وبين دولة قطر، وعلق البعض واعتبرها بأنها ربما أو تهامي كان ضحية هذا التقارب أو هذه المصالحة، هل هي ربما تكون مؤشر حسن نية من قبل الانقلاب تجاه قطر، وخاصة مثل ما تفضلت بأن التهامي من الصقور في نظام الانقلاب؟ أنا طبعا أنا قريت زي حضرتك أحد هذه يعني من بعض المحللين هذه الفكرة، لكن أنا دايما بحاول أعتمد في تحليلي على ما هو في يدي، ما هو يقيني. لذلك أنا يعني اقتربت من ما أخبرت حضرتك به لأنه مبني على حقيقتين أنا أثق فيهما اللي أنا قلتهم لحضرتك، لكن هل هذا له علاقة بالمصلحة القطرية المصرية؟ هل قطر لها دور في هذا الأمر؟ هل هذا الرجل دور في فساد العلاقة بين مصر وقطر؟ هذه أمور كلها أمور يعني غير أنا لا يوجد عندي معلومات مؤكدة بسببها، لذلك لا تطرق إليها لأنها كلها مجرد دجاج. نعم، وقال البعض بأنه بسبب غضب الإمارات، هل تعتقد أن للإمارات دور في هذه الإقالة؟ أنا عشان كده بدأت حضرتك كلامي بأن المحرك الأول للأمور في مصر ليست الإمارات وليست قطر وليست السعودية وليست سيسي نفسه، المحرك الأول للأمور والدفة في مصر هي أمريكا، فبالتالي أنا أنتبه جيدا وأدقق جيدا فيما تقوم أمريكا بالتصريح به، وبناء عليه أبني استنتاجاتي، فأنا أعتقد أن الأمر كله متعلق بأمريكا والأمر كله بتعليمات من أمريكا، وأعتقد أن ما هو ما يعني إقحام الإمارات أو قطر أو غيرها إنما هي كلها أمور تحمل الصح أو الخطأ. طيب لماذا لا نأخذ حسن النوايا ونقول بأن السيسي ربما قام بهذه الخطوة، ومعروف التهامي بأنه من الصقور كما ذكرنا، بأنه يعني رسالة حسن نية للمعارضين للانقلاب بأنه ربما يمكن المصالحة، يمكن الحوار مع المعارضين للانقلاب؟ لأن حضرتك إذا أراد يعني أن يقوم فعلا بإجراءات تبدو صريحة وواضحة ستكون هناك تغييرات كثيرة جذرية ليست متعلقة بمن هو على رأس المخابرات، خاصة أننا نعلم أن التهامي تحديدا كان له عدة ملفات بسيطة التي كانت فيها آرائه القمعية و تأييده للقيام بالمجزرة و لكن هناك مؤسسات أخرى تحتاج إلى تغيير جذري هي دي تعطيك الإحساس بحسن النية، لكن مجرد إن أنا أشير لرئيس مخابرات وآتي بوكيله ووكيله يعني اللي هو خالد فوزي أيضا من المعروف يعني حتى في عهد الدكتور مرسي بأنه أيضا من الذين يعادون التيار الإسلامي ويعادون حماس بقوة، فإذا أنا الأمر أعتقد أنه في نوع من الإيهام أكثر من حسن النية. نعم، يعني أنا اعتمدت في هذه النظرية على كلام السيد نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات، والذي قال بأن السيسي يحاول ترميم أركان الدولة المصرية في الوقت الحالي، وقال بأنه يجب أن يقيم السيسي جسور للحوار والتواصل مع المعارضة والخصوم السياسيين للنظام الحالي وتقديم رؤية كاملة للحوار حولها والمساعدة على تطويرها لانتشال الدولة من المرحلة الصعبة والخطيرة التي تمر بها. إذن هل يمكن القول بأن هناك صراع داخل نظام الانقلاب، وبالتالي هذا جاء جزء من تصفية الحسابات نتيجة هذا الصراع؟
لا أحد يستطيع أن يكذب بهذا، يعني الأيام القادمة فقط هي التي ستثبت هذا الأمر، يعني لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يجزم أن هذه نية تسييس، خاصة أن إذا تخيلت أن هناك صراعا بين نظام انقلابي جاء بالقمع ثم أراد أن يتحول إلى أسلوب الحوار والمصالحة، فكيف هناك دماء، يعني وكيف هو السيسي يعلم تماما أن الثوار على الأرض لن يقبلوا بهذا النوع من المصالحة، وأن على قمة أولويات الاتيان برأس هذا الرجل وما ارتكبه من دماء، فكيف سيتم التوائم بين يعني هذين الأمرين؟ أمر أعتقد أنه يعني به إيحاءات يعني إيهام أكثر منه حقيقة على الأرض، خاصة أنه يعني يتعارض منطقيا ويتعارض استراتيجيا ويتعارض مع كل شيء، نظام جاء بهذه الطريقة والتو جاء بهذه الطريقة دون أن يسيل الدماء، لكن هناك دماء سالت على الأرض وهناك معتقلين وهناك حرائر تم اغتصابها، فكيف سيتم المؤامرة ثم يتحول مرة واحدة إلى محاولة الخروج من هذا المأزق إلى أسلوب الحوار وأسلوب المصالحة؟ هذا أمر لا يتماشى مع المنطق، لأن هذا لن يقبله الثوار على جميع الأحوال يعني. نعم سيادة العميد، يعني باعتبارك ابن المؤسسة الأمنية، 5 رؤساء للمخابرات العامة المصرية خلال 4 سنوات منذ الثورة المصرية وحتى اليوم، إلى ما تعزو ذلك؟ كيف تفسر ذلك؟ طبعا يعني اختلاف الأنظمة، رجل كان على رأس الدولة لمدة 30 عام فيضع كل من هم على رأس هذه المؤسسات من الذين يدينون له بالولاء والذين يعني وراءهم ملفات فساد كبيرة، ثم يأتي رجلا طاهرا فيقيل هذا هذه الوجوه ليأتي بوجوه أخرى لا ليست عليها شائبة، ثم يعود عدلي منصور يعني يعلم حساسية هذا المكان فيأتي برجل قد أقيل من الرقابة الإدارية بسبب معلومات قد تكون موثقة عن فساده، ثم يتم التغيير الرابع للأسباب اللي طرحناها حاليا. نعم طيب، يعني الحقيقة السيسي في لقاء له مع بعض المثقفين المصريين اعتبر بأن مبارك خرب البلد والثورة أكملت الباقي، أكملت تخريب الباقي، وأكد أن الجيش يقوم بمهمتين، أولهما محاربة الإرهاب والثانية هي المهمات التنموية والتي من المفترض أن تقوم بها مؤسسات مدنية وشركات وما إلى ذلك. هل هذا دور الجيش الطبيعي، أن يقوم بعمليات تنمية ويقوم بمكان الدولة حقيقة؟ طبعا بالطبع هذا الامر غير موجود في اي دوله في العالم، الجيش لا علاقه له بالامور التنمويه، الجيش له عمله المنوط به وهو تامين الحدود، لا علاقه له بهذا الامر، ولكن كلنا نعلم ان احد اسباب الانقلاب على الدكتور مرسي هو هذا الملف تحديدا، وانه يعني كان سيضع يده بقوه في هذا الملف، وانهم العسكر وحكم العسكر لن يرضوا بهذا ابدا، وانه دي احد مصادرهم الماليه التي يعني يقوموا بها بدفعها للواءات وجنرالات لضمان ولائهم، فبالتالي هذه يعني ملف سيقاتلوا عليه الى اخر نفس، يعني سواء حتى لو ترك السيسي مكانه بصوره او باخرى وجاء غيره من الجيش سيقاتل على هذه النقطه، هذا من باب، ومن باب اخر حكايه ادانته لمبارك، انما هو يعني لا يريد ان يعني يقف وحده ومعه مؤسساته فقط، يريد اي ظهير شعبي ولو صغير ومن وعن طريق الاعلام بيكبر من هذا الظهير، لكن عندما خرج مبارك براءة ووجد أنه فقد كثيرا من ظهيره الشعبي، هو لا يريد ذلك، هو يريد ولو قلة من الظهير الشعبي، هو عنده القدرة بإعلامي أن يوسع من هذه من كثافة هذا الظهير، فهو شعر كثيرا أن خروج مبارك ضيق عليه الخناق، فبالتالي هو في كل مقابلاته والتصريحات الأخيرة يحاول يعني تشويه صورة مبارك بأي صورة حتى يعيد اكتتاب هذا الظهير. نعم العميد طارق الجوهري الخبير الأمني كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة مشاهدينا.